Assalamualaikum. Waalaikumsalam. تلقاو يعني تلقاو حكاية المرأة اللي جابت صغير من ابنها يعني كما قلت لكم سكون أبلها جي بي آ يعني المرأة هذه جابت صغير من يعني من ابنها المثلي دوك ابنها المثلي خذي البويضة مع عند أخت صاحبه والبويضة حطها في كرش أمه يعني في بطن أمه وجات بنية دونك بنية يعني أم بيبي دونك البنية هذه تكون يعني تكون بنت بها أخت بها تكون أيضا يعني جدتها يعني أمها تكون جدتها يعني مشربكة شربيكة يعني عائلة شكشوكة وهذو ما ليزيكسي يعني هذو هذه علاش احنا قلت لك احنا في بعد الحداثة يعني احنا في مجتمع اسكون ابل المجتمع الليكيد لا سوسيتي ليكيد يعني المجتمع الغربي مجتمع ما عندوش ثوابت مجتمع على بالعربية نقولوا مجتمع ليكيد يعني مجتمع سائل ولا سيولة دونك مجتمع سائل المجتمع السائل واحنا المجتمع العربي المسلم مجتمع عنده ثوابت هذا الفرق ما بين المجتمع الغربي والمجتمع العربي يعني المجتمع الغربي عنده سيولة يعني عنده يعني اخلاق نسبية يعني ما فماش اخلاق يعني ثابتة وكما قلت لكم في فيديوهات اخرى يعني لي فالور سون انفيرسي القيم مقلوبة يعني نجم يكون الخير يكون شر وشر ينجم يكون خير دونك عندنا دي فالور دونك ا لانفير دونك احنا في المجتمع الغربي هو مجتمع سيوله والمجتمع المجتمع المسلم بطريقه عامه مجتمع ثوابت المشكله لو شوك دي سيفيليزاسيون يعني صراع الحضارات ما بين مجتمع السيوله ومجتمع الثوابت ونشوفوا احنا في مجتمع السيوله ان العائله الاسره يعني البنية الأسرية تكسرت كومبليتمون ما عادش فما أسرة يعني عادية يعني أسرة كما تشوفوا هذا في الحالة متاع المرأة الأمريكية اللي جابت صغير من ولدها يعني وفات الأسرة البنية الأسرية معناها هي دخلت بعضها وتكسرت كومبليتمون دونك ديكو معناها في المجتمع السائل العائلة هي سائلة أيضا الأسرة سائلة ما عندهاش بنية ثابتة ما عندهاش بنية يعني سوليدة والناس فما ناس يعني فما ناس شفت على المواقع الاجتماعية يدافعوا على المرأة هذه وعلى الرجل هذا اللي جاب صغير من أمه يعني هذوما ناس يعني ما يعرفوش الثواب ما يعرفوش الحلال ما يعرفوش الحرام وبطبيعة كما قلت لكم المجتمع السائل ماهوش مجتمع متقدم بادي تو المجتمع السائل هو مجتمع ما يعرفش روحه في الماشي يعني قاعد يسيل ما يعرفش روحه في المشي والمجتمع الثابت احنا المجتمع المسلم معناه نسبيا ثابت على خاطر هو مهدد بالعولمة مهدد يعني من كل الأطراف باش يكون مجتمع سائل باغ اكزومبل مثلا البروجي متاع المساواة في الميراث يعني هو المشروع هذا يحب يرد من المجتمع متاعنا مجتمع سائل يعني مجتمع من غير ثوابت ولا دونك هذيك لا ديفيرونس اكزاكت بين المجتمع الغربي والمجتمع المجتمع غربي سائل ومجتمع عربي ولا مسلم ثابت بالطبيعة هل المجتمع السائل هو مجتمع متقدم علينا؟ باديتو التقدم اللي في الغرب هو تقدم يعني كومون ديراج ماترياليست دونك هو تقدم في التكنولوجيا في العلم لكن في التكنولوجيا والعلم مش نتاج السيولة هو نتاج العمل ونتائج لي مويان دونك إذا الإنسان معناه عالم تعطيه لي مويان تعطيه أن بون كادر دو ترافاي تعطيه ان تري بون سالير تعطيه لي مويان باش يخدم ويتقدم بالطبيعه السيوله يعني السيوله الاخلاقيه كيما نشوفها احنا في الغرب مش هي اللي خلات الغرب يتقدم او كونترير العالم الغربي راهو مش متقدم 100% يعني فما البنيه الاجتماعيه سائله البنيه الاخلاقيه سائله اما عندهم يعني كل شيء ما يخص العلم ما يخص التكنولوجيا والتقدم عندهم لي مويان دونك ان فيت كيف
Par exemple, ما تجمش تقارن بين انسان عايش في اوروبا avec toutes les conditions favorables وعنده لي moyens وانسان عايش في افريقيا في يعني افريقيا في افريقيا السوداء par exemple وما عنده très peu de moyens اما عنده ما يقول في عنده معناه مشاريع وكل شيء ما نجمش يتقنهم ما نجمش يعملهم par manque de moyens. Donc en fait الحدثوت على في تونس هما يعملوا يعني un lien de causalité. المجتمع السائل هو جاب التكنولوجيا با دي تو. المجتمع السائل هو مجتمع تري كومبلكس يعني فما البنيه نتاعو البنيه الاخلاقيه والعائليه والاسريه سائله اما عندهم ان بوليتيك عندهم سياسه اللي تخليهم يكونوا متقدمين في التكنولوجيا والسياسه هذه معناها دات با دوجوردي مش بتاع اليوم معناها هذه السياسه هذه كانت معناها مستعملينها من 1500 يعني من اول ما بدات الحداثه من 1500 حتى الى يومنا هذا. Voilà, je connais. Alors, les commentaires, j'ai pas vu trop de commentaires. Voilà, c'est très bien, Samir. Donc, Qala sallallahu alayhi wa sallam, innama ba'athu li yutammima al-makarim al-akhlaq. Oui, c'est très bien. Donc, en fait, comme je vous ai dit, يلزم, يعني, l'insan, il y a une nazra, yani, nazra, يعني نظرة نقدية يعني مش كل في الصيف في الغرب سي تري بوزيتيف فما حاجات تري بوزيتيف وفما حاجات نيجاتيف ولا دونك نخليكم ان شاء الله في لقاء اخر وان شاء الله وضحت بعض وجهات النظر ووضحت ورديت بطريقه يعني بطريقه مقنعه لكل النقد اللي كان شفته على الفيديوهات نتاعي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.